الأخت تقول بأن أمها ضربت أكثر من قطة بدون قصد حتى ماتت. ما دام الأمر قد تم بدون قصد فأسأل الله عز وجل أن يكون هذا من باب الخطأ المغفور. أرجو الله أن يكون هذا من باب الخطأ المغفور. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فما دام الخطأ عن غير قصد أو عن غير عمد فأسأل الله عز وجل أن يغفر لأختنا الفاضلة خطأها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ، رفع عن أمة الخطأ أي غير المقصود، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه. أما الخطأ المقصود عن عمد فهذه مسألة أخرى تحتاج إلى توبة وتحتاج إلى استغفار، والأمر يرجع إلى الذنب المرتكب، يعني قد يقتل مسلم مسلما خطأ، فهذه له أحكام أخرى، هذا له أحكام أخرى. أما إن قتلت هذه الأخت قطة أو كلبا أو طيرا من باب الخطأ فعليها أن تستغفر الله عز وجل، ولا إثم عليها ولا حرج. وهذا إن دل فإنما دل على عظمة ديننا، فديننا يكرم حتى الحيوان، ديننا يكرم حتى الحيوان. ولا تصدق من يقول بأن الغرب هو أول من أصل وأسس ما يسمى بالرفق بالحيوان، هذا كذب. فإن أول من أصل للدنيا كلها قضية الرفق بالحيوان هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال كما في الصحيحين: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي لمن أحل لكم الشرع قتله، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. بل لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث أنس أنه مر على أطفال يلعبون وقد نصبوا دجاجة يصوبون إليها السهامة والنبال، فقال أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صبر البهائم، أو قال: نهى رسول الله أن تصبر البهائم. أن تصبر البهائم أي أن تتخذ غرضا للرمي، فلتسمع الدنيا كلها. نهى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، أي أن تتخذ البهائم غرضا. فما ظنكم بحرمة دماء المسلمين؟ أنا أعجب ورب الكعبة غات العجب، والله العظيم يكاد قلبي أن ينخلع حينما أسمع عن مسلمين في بلد ما قتلوا مسلما آخر، ورب الكعبة يكاد قلبي أن ينخلع. يا أخي، بأي جرأة وبأي دم بارد وبأي عقل وبأي علم وبأي فهم وبأي دليل تقتل أخا من إخوانك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ما دليلك وما قولك لربك جل جلاله؟ يعني هذا الإسلام يحرم أن تتخذ البهائم الدجاجة، يحرم رسول الله أن تتخذ الدجاجة غرضا للرن. فما ظنك بأخيك الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ما دعواك؟ ما دعواك وما دليلك؟ ما دعواك وما دليلك الذي تقتل به مسلما أو تقتل به مسلمة أو تقتل به مسلمة؟ قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. الشاهد لا أريد أن أفصل، لكن انظروا إلى عظمة هذا الدين الذي يكرم حتى الحيوان. وكلكم يحفظ حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، في قطة حبستها فلم تتركها، فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. يعني حبست القطة ولم تقدم لها الطعام والشراب، ولم تترك القطة لتسعى في أرض الله ليرزقها الله الوعد الذي وعد برزق كل مخلوق في قوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالشاهد أنه على الأخت الفاضلة إن قتلت القطة عن خطأ عليها أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوب إليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم.